بعد كده ما بتكملي مثلا دلوقتي، هل انت اللي بتختاري الناس؟ يعني انت بتختاري مثلا في وش عجبك فعايزه تعمليه بشكل كاريكاتير، ولا لا الناس اللي بتجيلك فمجبره عليهم؟ بصي هو الايفنت مفتوح يعني انا ما بختارش. لا لو مش في ايفنت، لو مش في ايفنت يعني بصي هو في يعني وشوش حلوه جدا في رسم الكاريكاتير، هي بيبقى في حاجه مميزه. ايه صفاتها؟ ايه صفاتها؟ لا مش قصدي، بس انا متخيله نفسي يعني انا انسب حد ابقى كاريكاتير. انا كاريكاتير اصلا. لا بس فعلا كل وش هو اصلا كده كده كل وش حاجه مميزه يعني اكيد. يعني انت مثلا وشك ضحكتك مميزه جدا فيك المنطقه دي، فكل حد عنده حاجه مميزه اوريدي. لكن في وشوش اصلا بتستفزني يعني، تعالى اقعد عليها. ايوه ايه صفاتها بقى؟ ايوه صفاتها بيبقى فيها علامات معينه كده، يعني شكل مناخيره مميز مثلا، رسمه عينيه يعني ورسمه وشه، حتى ساعات بتبقى ناس وشها مربع كده. فاعرف اعمل ديستورشن وشكله يطلع شبهه وكاريكاتير قوي. فالناس دي انا بحبها في الرسم.